الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. بيحتفل معظم الشعب المصري بتناول الفسيخ والرنجة المملحة في شم النسيم، لكن تناول الأطباق دي في شهر رمضان ممكن يسبب كتير من الأضرار، وأهمها العطش الشديد في النهار، لأن الأكلات دي بتحتوي على كمية كبيرة من الملح اللي بيسبب العطش الشديد. حذر الأطباء من تناول الفسيخ وأكدوا أنه بيضعف جهاز المناعة وبيسهل الإصابة بفيروس كورونا حتى لو تم تحضيره بشكل آمن. كمان ممكن يسبب الفسيخ كتير من المشاكل في الجهاز الهضمي والكبد، ونتيجة لاحتوائه على مستويات عالية من الملح والبكتيريا. ومن أضرار الفسيخ ومخاطره على الصحة والإسهال والقيء اللي بيستمر لمدة يوم أو يومين، وأيضا البكتيريا ممكن أنها تسبب زيادة حموضة المعدة والانتفاخ والغازات، وده اللي بيسبب ضعف الجهاز المناعة. وإذا كان الأسماك بتحتوي على عدد كبير من البكتيريا، فهي ممكن تؤدي أيضا للتسمم الغذائي واللي بيضر جهاز المناعة. وعندما يتفاعل الجهاز المناعي مع وجود أعداد كبيرة من البكتيريا والميكروبات والسموم، بينشط نوع معين من البكتيريا اللي بتفرز مادة سامة ممكن تهاجم الأعصاب وتؤدي لضبابية البصر وصعوبة في الكلام، وكذلك ضعف في الأطراف، ويمكن أن يصل أيضا إلى عضلات الجهاز التنفسي، وبيسبب فشل الجهاز التنفسي والوفاة. من ناحية أخرى، قالت الدكتورة منال عز الدين خبيرة التغذية في معهد تكنولوجيا الأغذية إن الفسيخ بيتم صناعته من السمك البوري أو الدنيس عن طريق وضع الملح فيه بكميات كبيرة، وبيترك لفترة وبيتم تداوله في الأسواق. وقالت أن مشكلة الفسيخ إن أي خطأ في خطوة من الخطوات المتعلقة بالحفظ والتخزين هتؤدي لتكوين سموم بكتيرية قاتلة بتتكون في أنسجة الفسيخ. وأوضحت أن السموم البكتيرية لا يصح معها البصل والليمون والخس، وقالت كمان أن التمليح العالي بيقلل من خطر الإصابة بالسموم البكتيرية. وكمان لحم الفسيخ يجب أنه يكون وردي اللون، لكن اللون الأزرق واللون الرمادي يمكن الابتعاد عنه تماما، وكمان الألوان الباهتة. وأيضا رائحة الفسيخ معروفة، ويجب أن يكون محفوظا في صناديق خشبية وليس صناديق معدنية أو أواني معدنية. وأوضحت أن أعراض تسمم الفسيخ شرسة جدا، مثل تشنج الجهاز التنفسي وشلل في عضلات الوجه واضطرابات هضمية ومعدية، وأن تسمم الفسيخ بيهاجم الجهاز الهضمي، وبالتالي سرعة التعامل مع الحالات دي بيكون أمر هام جدا للتعامل مع الحالات المصابة بسبب الحصول على البصل، وهو بيكون غير متاح في أي منزل أو صيدلية أو أي مستشفى عادية، ولكن بيكون متاح فقط في مدارس السموم. وتابعت خبيرة التغذية أن تناول الفسيخ في رمضان هي مغامرة، وبينصح الابتعاد عنها طوال شهر رمضان. وكمان قالت أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تتناول الفسيخ رغم وجود أسماك آمنة أكثر مثل الرنجة، لأنها بتتعرض للمعاملة الحرارية، وهي اللي بتكون كافية للقضاء على البكتيريا الموجودة بداخلها. وبكده وصل مع حضراتكم إلى نهاية التغطية. بشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.